ماشي متكسف. تشربي ايه؟ شاي ولا قهوة ولا عصير؟ عصير. مين؟ انت مستني حد؟ لا. مين؟ مين؟ استنى مين؟ ازيك يا هاني؟ صالح! بنروح عشان ظهر وراها. وحشتني قوي يا صالح، مالك؟ ألف سلامة عليك، ألف سلامة عليك يا حبيبي. أنا كنت عارفة يا أخويا إنك هتجيلي. ربنا يخليك يا صالح، تسلم. خش خش. تعال تعال يا حبيبي، خش خش. ألف الحمد لله على سلامتك. ايه يا صالح، مالك؟ في ايه؟ بتعرف كده ليه؟ لا مفيش حاجه، هبقولك بعدين. طب خش يا حبيبي، خش خش. نورتني وشرفتني، وحشتني قوي يا صالح، وحشتني قوي قوي قوي. انت كمان منورنا مهندس صالح. الله يكرم اصلا. والله العظيم دخلتك عليا دي بالدنيا وما فيها. انا حاسه يا صالح كان ابويا الله يرحمه هو اللي جالي. تخيل، سلمان كان متاكد ان انت هتجيلي. ما تحزنيش يا هند، جدك الوقت متأخر، مواعيد سوين بقى. ويعرف احنا سوين؟ ايوه طبعا، سلمان عارف كل حاجة. انت مش اخويا بس، انت اخويا وابويا وصاحبي، كل حاجة ليا في الدنيا بعد ابويا وامي الله يرحمه. كتر خيرك يا صالح ان انت جيتني. انا هقوم اعمل لك الاكل انت بتحبه. ملوش لزوم. هو ايه اللي ملوش لزوم؟ انت هتدوق طبيخ هند. قال يعني البيت بتعرف تطبخ. طب هتدوق وتحكم، هتدوق وتحكم يا صالح. مبسوطة يا هند؟ ربنا يبسطها. نيش يا دكتور سليمان، صحتك من النوم. انا عارف ان مواعيد الخواجات يعني على المنبه. لا خالص، انا كل يوم بصحى بدري اصلي الفجر. صلي ايه؟ الفجر. اه كل يوم؟ الحمد لله كل يوم في فجر. اه الله متقبل. منا ومنكم ان شاء الله. يلا يلا يا صالح، قوم قوم بقى. سخنت لك شويه ملوخيه ورز، هتاكل صوابعك وراهم. بالراحه. ماشي ماشي يا حبيبي، هدعك لك انا ظهرك اللي بيوجعك ده. يلا يلا. الف هنا وشفا. ده الرز بجد؟ ايوه، امال ايه بجد. بس على فكره اكل ده تقيل على معدتك قبل النوم. لا ما اختي اصلا مصلحتي، هي فهمالي يعني. لا لا، هو مش قصده خالص. سلمان هو صالح بيحب يتعشى كده قبل ما ينام. طب اوكي، اسيبكم مع بعض شويه. ماشي يا حبيبي، تصبح على خير. وانت بنار. يلا يلا، الف هنا وشفا. هو بص في الاكل ولا ايه؟ لا لا خالص يا صالح، بس هو يعني مش عارف عوايدنا وكده. ده فاكرنا فندي، بيقول ان هو بيصلي الفجر حاضر كل يوم. طب ما هو بيصلي الفجر حاضر كل يوم. طب وانت؟ احنا الاثنين الحمد لله بنصلي جماعه. بس انت ما تقلقش، احنا مش هنعمل لك دوشه خالص، هسيبك نايم براحتك ومش هنعمل اي صوت. طمنين عليك، انت كويسه يا حبيبي؟ انا زي الفل. كل انت بس بسم الله كده ماشي، بس مالكش دعوه بيا خالص دلوقتي. انت كل وخش خد دش واستريح كده، وان شاء الله بكره هنقعد نرغي في كل اللي فات. لا بكره ايه؟ يا بخت من زار وخاف، مش هطول. لا 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 لا، انت تنسى الامثال دي بقى خالص. يا بخت من زار وخفف والكلام ده مش معايا، انت في بيت اختك، يعني ده بيتك. دقيقه واحده اوضتك هتكون جاهزه. لا اقعدي كده معايا، افتحي نفسي. طبعا يا حبيبي من عينيا، بس اديني ثانيه واحده اجهز لك الاوضه. يلا يلا بسم الله، يلا قبل ما الملوخيه تبرد. Thank you.
دي صورة جوازي في جامعة الأزهر. كان نفسي أبقى معاكي. ادخلي أنت لجوزي كونها مدت في أي حتة هنا. لا أي حتة ده إيه؟ بقول لك جهزت لك أوضتك. أوضتي؟ أيوة يا صالح. ما هو أنا أصلي مجهزة لكوا أوضة. أي حد فيكوا هيجي يزور أخته هيلاقيها جاهزة. عارفة يا بنت. أو أنت اللي بتفكريني بأمي. آه والله. طب يلا بقى يا روح قلب ماما. عشان تاكل وتشرب لبن قبل ما تنام. لا لبن ايه؟ دي كانت بتعمل لنا بليله. بس كده؟ ما انا بعرف اعمل بليله. واحلى من بتاعت ماما كمان. يلا. لا يعلى على البليله بتاعت ماما. ايوه طبعا. الله يرحمه. العيش ده سخن. حبيبي ده انا لسه مسخناه حالا. بس انا عايزاك تدوق الرز بقى عشان تشوفني مفلفلاه ازاي. هدوق. يلا. بس غمس بالخيل قوي. يلا يا حبيبي الف هنا وشفا. الله بس تبقى بعير. تعالى تعالى يا صالح خش يلا. دي اوضتك. حطيت لك ازازه ميه جنب نومتك، عارفه ان انت بتحب الميه وانت نايم. لو عاوزت اي حاجه بقول لي انا في الاوضه اللي جنبك على طول. يلا تصبح على خير يا حبيبي.